الحمد لله رب العالمين على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الكبرياء والعظمة يا رب العالمين. لك الحمد أن رأيتنا أهلا لطاعتك ويسرت لنا سبل عبادتك وجعلتنا ممن عاشوا إلى أن أتتهم هذه الأيام المباركة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل أفضل صلواتك وتسليماتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن جعلنا أهلا لحضور هذا الشهر وشهود هذا الخير. أكرمنا ربنا فأتى علينا 14 يوماً من أيام رمضان، وهي أيام عبادة، والعبادة تحدث أثرها المباشر في نفس الإنسان، وبالتالي يحق لنا بعد اقتراب انتصاف الشهر، ينتصف هذه الليلة، أن ننظر إلى أحوالنا، أن نتفقد أرواحنا، أن نتفقد قلوبنا، أن نتفقد جوارحنا. هل ثم تغيير؟ أمرنا بالصيام، والصيام له أثره في تنظيم الحياة، له أثره في عافية الأبدان، له أثره في شفاء القلوب، له أثره في ارتفاع الأرواح. فهل يا ترى كان لنا نصيب من هذا الطهر، من هذه الزكاة، من هذا الرقي؟ هل أنظر إلى مشاعري فإذا هي مختلفة، مشاعر مختلطة بسعادة، مختلطة بفرحة، مختلطة بسكينة وطمأنينة؟ هل أنظر إلى خواطري فإذا هي مختلفة؟ لا يأتيني السوء ولا يمر على ذهني، وإنما يأتيني نداء الخير وباعث الخير. هل أنظر إلى جوارحي فإذا هي منضبطة، لا سوء ولا منكر ولا معصية؟ إذا كنا كذلك يا إخواني فلنلهج بالحمد والثناء لله رب العالمين الذي نظم لنا هذه العبادة. وهذا كلام يا إخواني ينسحب على من أكرمه الله بالصيام أو من وضع الله سبحانه وتعالى عنه الصيام لأنه معذور. يأخذ الأجر هذا والأثر هذا كل حاضر لهذا الشهر الكريم. فإن كنا كما وصفنا فإن التقوى قد تحققت، لأن هذه هي التقوى، هذه هي التقوى، أن يبدلك الله جسدا غير جسدك، وقلبا غير قلبك، ونفسا غير نفسك،
جسدا أطوع لله ونفسا أتقى لله وروحا أقرب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نادانا الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويا لسعد الأتقياء، ويا لفوز الأتقياء، ويا لنجاحي وتفوق أهل التقى، لأنهم حينما يكونوا على هذا النسيج الله سبحانه وتعالى يتولى أمورهم. ألم نقرأ في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ألم نقرأ في كتابه تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا؟ ألم نقرأ في كتابه تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا؟ أكرمنا الله بشهود هذا الشهر، فهل رقت مشاعرنا وأصبح عندنا حساسية تجاه نعم الله سبحانه وتعالى التي يوهبنا؟ هل أصبح القلب ينبض عند تأمل النعم، وينبض عندما ينظر إلى أهل اللأواء وإلى أهل المصاعب من خلق الله سبحانه وتعالى؟ ألا تلهج ألسنتنا ثناء على عطاء رب العالمين وشكرا له على كل نعمة أولى بها علينا؟ والصيام يا إخواني أتى لينمي في داخل الإنسان هذه الحساسية تجاه نعم الله، سلبا أو إيجابا، إيجابا بأننا اختصصنا بها أو لأن هناك من سلبت منه هذه النعم. هذه الحساسية موجودة ولا؟ ويا لسعد من أصبحت مشاعره بهذه الرقة ينظر نعم الله عليه ويحس بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا يا إخواني هو الشكر، أن يحس الإنسان بالنعمة ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، هذا هو الشكر. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فكم أخرجنا لله من صدقات؟ وهل عزمنا أمرنا وأخذنا جاهزيتنا لإخراج حق الله من أموالنا؟ لأن الله هو الذي أخلف. وقلنا يا إخواني قبل ذلك أنها عادة عظيمة أن يربط الإنسان عبادة زكاته بعبادة صيامه، لأننا حينما نخرج الزكاة في هذا الشهر المبارك فإنها كما قال رسولنا ليست فريضة وإنما 70. ألم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه؟ وهذا وقت الوفاء يا إخواني، أينما تنظر العين ترى فقرا وفاقة. وهذا ليس منة من أحد، وإنما هي منة
من الله رب العالمين الذي أولانا نعمه وأمرنا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وكلما أخرجنا الزكاة لمصادرها وفي مصارفها كلما خففنا المعاناة. ولذلك كان الأمر يا إخواني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أنا أحلم باليوم الذي نخرج الزكاة فيه إلى الجهات المسؤولة عن إخراج الزكاة ونكف عن هذه التصرفات التي يخرج بها الإنسان ماله يمنة ويسرى. لكم أن تتخيلوا كم هي قوة مالية عظيمة تهدر لأنها تؤتى توضع في أيدي من ليسوا لهم مسؤولية في هذا الأمر. بزكاة المسلمين ذهب الجوع والفقر والحاجة عن أمة الإسلام في سنة حكم فيها سيدنا عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ أخذ الأموال وصرفها على أهلها على محتاجينها، فاكتظ بيت المال بالناس. وأنا أعلم أن هناك أسخياء كثر، هناك من يخافون الله سبحانه وتعالى فيخرجون أموالهم، لكن لماذا الفقر موجود؟ لماذا الحاجة موجودة؟ لأننا نعطي بأنفسنا ولا نعطي المؤسسات. المؤسسة يا أخي هي التي تعرف من هو بحاجة ومن هو ليس بحاجة، وأي المصارف أولى من أين. لكن أنت حينما تخرج زكاة بفرديتك أنت تعطي وغيرك يعطي من أعطيت، فإذا بك تعطي الزكاة لغير المستحقين، وهذا حق لا يسامح الله سبحانه وتعالى فيه. وذلك كان الأمر أخرجوا زكاتكم أم ماذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يجب أن تدفع الزكاة للمؤسسات يا إخواني. لذلك أنا أهمس في أذن إخواني، الذي أخرج بارك الله له في زكاته، والذي لم يخرج المؤسسات. ونحن كمركز نعلم مع من نتعامل ومن هم أولى، لا أقول حصرا علينا وحكرا علينا، وإنما هكذا تنظم أمور المسلمين. وأما في الصدقات المفتوحة فافعل بها ما شئت، لكن الزكاة يا إخواني تدفع للمؤسسات. وأعود فأكرر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هل أصبحت عندنا رؤية في القوة التي تحكم الكون بعد هذه الأيام من الصيام؟ نحن نصوم بأمر من؟ ونفطر بأمر من؟ وندفع الزكاة بأمر من؟ بعد التدريب على أن نصوم في الوقت المحدد ونفطر في الوقت المحدد ونصلي في الوقت المحدد ونضبط جوارحنا على ألا تفعل إلا ما هي مأمورة به، ألم يتربى عندنا ثقة ورؤية بالجهة المتحكمة في الكون وهو الله سبحانه وتعالى، الذي قال في وسط أيام الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون. هذا هو الرشاد يا إخواني، الرشاد أن ترى الحياة بصورتها الحقيقية، وصورتها الحقيقية أن هناك رب واحد ومتصرف واحد وقدرة واحدة وقوة واحدة وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وإن كان أساءنا اليوم ما حدث في الأرض المقدسة، وإن كان يسوءنا
ما يعيشه المسلمين من ضعف وقلة فإن عزاءنا وشفاء صدورنا أنه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله ما حدثت هذه الأحداث، ويشفي صدورنا أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يرفع الضر ويكشف الكرب ويمكن في الأرض. وذلك ما علينا يا إخواني إلا أن نخرج من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حول الله وقوته. ما علينا إلا أن نبرأ من أنفسنا، من ضعفنا، مما نملك من أسباب، ونركن إلى الركن الركين والحبل الشديد، ركن الله عز وجل وحبله سبحانه وتعالى المتين. وذلك أمر رسولنا وأمرنا بعده أن نردد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كان رسول الله يرددها كل مساء، يرددها والعين متعلقة بالله الذي أذهب النهار ويدخل الليل. وكذلك شأنه سبحانه وتعالى في رفع من يشاء وخفض من يشاء، في منح العزة لمن يشاء ومنح الذلة على من يشاء. يا إخواني، يأتي هذا الشهر ليربطنا بهذه القوة، الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمورنا وأن يهدينا سبلنا، إنه نعم المأمول وخير المسؤول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. أيها الأحبة، مر نصف الشهر، والله سبحانه وتعالى من نعمه أنه يعطي الإنسان فرصة للتدارك. قلنا أن الصيام ضبط للنفس، والذي لم يضبط عنده فرصة، وبهذا يتحصل أيضا على التقوى. قلنا أن الصيام يزكي رفاهية الإنسان وإحساسه بنعم الله، الذي لم يحس هو عنده فرصة، بقي ربما 15 يوما، عنده فرصة، والذي لم يخرج زكاة ولم ينوي على إخراجها الباب مفتوح. حدد، وأنصبة الزكاة يا إخواني واضحة 2.5%، هكذا حددها الله سبحانه وتعالى. هل يجزي عنا الصوم إن أفطرنا قبل المغرب بخمس دقائق؟ لا يجزئ. أنت مطلوب أن تصوم من الأذان إلى الأذان، وهكذا الزكاة. مطلوب أن تخرج من مالك 2.5%، تخرج 2.5%، لا توفر دولارا واحدا، وإلا فالزكاة مردودة، لأنك كمن صلى الظهر 3 ركعات، أو من صلى ولم يقرأ الفاتحة، لأنك أخذت من الفريضة. نصاب الزكاة 2.5%، وهذا هو مال الله. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيضا زكاة الفطر، زكاة الفطر احنا بنحددها 20 دولار لكل مولود، لكل نفس يحضر هذا الشهر، وهذا هو أوان الإخراج. معكم إلى قبل صلاة العيد، وإلا فهي صدقة وليس الزكاة، وهذا غير الزكاة المفروضة، هذه زكاة حضورنا لشهر رمضان. ونحن نطلب من إخواني التعجيل لأننا
نحتاج إلى تدبر أمورنا على من تنفق وكيف ستعطى لهم. هذا يحتاج إلى تنظيم، لا نؤخر دائما إلى آخر الوقت. إذا أردنا أن تنفق هذه الزكاة في وقتها المحدد وعلى مصاريفها المحددة، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الكبرياء والعظمة يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم انظر إلينا بعين الرضا والرحمة، اللهم انظر إلينا بعين الرضا والرحمة. اللهم إنا عبادك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اهدنا ويسر هدانا إلينا، اللهم اهدنا ويسر هدانا إلينا، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا اللهم سببا لمن اهتدى. اللهم تولى أمورنا، اللهم تولى أمورنا، اللهم إنا وكلناك أمورنا فكن لنا خير وكيل، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل منها، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل منها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الفلاح وخير النجاح. وافقنا وافقنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وارض عنا وأرضنا واهدنا ويسر هدانا إلينا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واكتبنا عندك من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم اجعل بيوتنا قبلة ونقيم الصلاة، اللهم اجعل بيوتنا قبلة ونقيم الصلاة. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل بيوتنا بيوتا لك مسلمة، لك ذاكرة، لك منيبة، لك خاشعة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريات قرة أعين، اللهم هب لنا من أبنائنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب مجتمعاتنا على دينك، اللهم أنشئهم على طاعتك، اللهم اصنعهم على عينك يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا بولايتك وارعنا برعايتك واحفظنا بحفظك واكلأنا بعينك التي لا تنام. اللهم وصن حرمات المسلمين، اللهم صن حرمات المسلمين، اللهم صن حرمات المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، واستر عورات المسلمين. اللهم من أرادنا وإخواننا المسلمين في كل مكان بخير فوفقه إلى ما أراد، ومن أرادنا وإخواننا المسلمين في كل أرض بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وأقم الصلاة.